يامر سوبر صعبة للغاية. اليوم هذا المدرب ميغير روسو الأرجنتيني، ست مباريات لهذا الرجل مع نادي النصر، ست انتقاد من الجريدة الذي ينتظره كل النصراويين جوناثان رودريغيز. هذه التشكيلة لميشيل ميغير روسو. على الطرف الآخر فارس الشمال القادم مارجر من البداية، واضح سيارة ونواياه مع البداية. شوف كمان حاول يمر مرمى الأول، حاول يمر الثاني والتغطية عليه، التغطية عليه بشكل رائع، يحاول يمر تاليسكا، يغير الاتجاه، تغيير رائع، تغيير رائع، لمسة جميلة منصور حاول فيها، يتقدم الآن الغنام، لمسة تاليسكا، حاولات حاولات أمام الجول، أمام الجول، الله الله الله. بشكل الله الله على الاستلام، استلام محاولة يدير هي الكرة كمل ولا كمان بكدور كمل معها، ما زال محافظ على كرة رودريغيز. جوناثان صلح كرة بيتي مارتينيز يرى أنه الأمر غير الأخيرة اللي كان فيها. شوف 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 لعب الكرة تاج الزاوية الثانية، خلاص خلاص أخذ القرار وركلة جزاء أمام بيتي مارتينيز، ركلة جزاء بيتي جول، هدف ثاني للنصر، هدف ثاني للعالم، وضعها بيتي مارتينيز ليعلن لأنصار النصر هنا في ملعب منصور. خلاص اشتد الدوري اليوم في إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس سريعة حاول فيها بوسونا في الاستلام، يحاول يدخل مرمى الأول، محاولة مرمى الثاني، وحاول الله الله على أخطر الكرة، الله على موزونا، والله على تاليسكا، والتغطية عليه بن عبد الكريم، وأوصى سهلة، مر ضغطوا عليه، أكثر من لاعب، شوف التقارب لاعب فريق النصر، شوف الضغط الآن مباشر، الغنام راح، سريع الغنام، مهاري الغنام، مر الغنام من الأول والتغطية عليه، مر الغنام، سجل الهدف الثاني في مباراة اليوم في مارتينيز. طالع حارس المرمى الى خارج ارضيه الملعب.
للتسديد، لكن الزبيدي هو من يسدد التسديدة. جميلة جميلة التسديدة، لكن مرة الأول ثم المباراة الأول للصراوية باللون الأصفر هنا في مرسول بار وبثلاثة أهداف. منصور الشمري حاول من أمام دينار وأخذ الجماعة نتابع سلطان الصراوية على آخر شوط المباراة الأول والعطية تلاسكا مصدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ثلاثة النصر لا شيء طاهي، هذه الحرية، هذا الاستلام، هذا الاستلام، هذه التمريرة رابع الله لعوبة الأمام. زبيدي حولها، محاولة الآن موسونا، موسونا تسديدة ضعيفة وصلت إلى يد يعني يكون لاعب مهم أو يكون في خارطة الأن. واحد من الحكام الآن دياز الله على اللمسة، على التمريرة، على العرضية، على الفن، على تلاسكا الجديد مع فريق الطائي نادي الطائي. دبيتي بيتي مارتينيز لعبة جميلة حاول إلى نجم الطائي في مباراة اليوم. صعيون فتح لنفسه زاوية تسديدة ولا أنسيلمو هي الكرة تسديدة جميلة من تاليس ونسمو يتقدم ونسمر أوري مرت الأول تاليسكا هي الكرة بمحاولة الآن محاولة للتسديد تسديدة استلام استلام محاولة بيتي هيا كرة كمل ولكن إذا جمال بدل كمل معها ما زال محافظ على كورته. رودريغيز يوناثان صلح كورته بيتي مارتينيز فيها لمسة يد حكم المباراة يعني يرى أنه الأمر غير الأخيرة اللي كان فيها. شوف 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 دعم الكرة تاج الزاوية الثانية خلاص خلاص أخذ القرار وركلة جزاء أمام بيتي مارتينيز ركلة جزاء بيتي جول هدف ثاني للنصر هدف ثاني للعالم وضعها بيتي مارتينيز ليعلن لأنصار النصر هنا في ملعب مرسول بار بأننا قادمون على المنافسة خلاص اشتد الدوري اليوم في إلى خارج حقيقة حقيقة تماس سريعة يحاول فيها بوسونا في الاستلام يحاول الأول الأول على مرة الثاني محاولة الله على موسونا والله على ردة الفعل من وليد عبد الله. شوف تاليسكا انطلق راح تاليسكا مر تاليسكا مر تاليسكا والتغطية عليه بحق الكريم ووصل